رياضياً، تنظم مصر بطولة كأس العالم للرماية على الأطباق المروحية الشهر المقبل، وذلك في الفترة من 22 من فبراير وحتى 5 من مارس. أوضح دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن البطولة يشارك فيها 400 رام ورامية يمثلون 31 دولة. وأضاف صبحي أن مصر أصبحت واحدة من أفضل دول العالم جذبا للأحداث والفعاليات الرياضية العالمية. من جانبه قال اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية إن مصر ستبهر العالم بتنظيم يليق باسم وسمعة مصر. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء حازم حسني رئيس اتحاد الرماية. مساء الخير سيادة اللواء. يعني إذا تحدي آخر تقوم به الدولة المصرية واتحاد الرماية تحديدا فيما يتعلق بتنظيم بطولة كأس العالم، ما هي الاستعدادات حتى اللحظة؟ والله طبعا أنا بشكر حضرتك على المقدمة الجميلة جدا ديت، وإحنا نقدر نقول إن أنا الدولة هي بتستعد مع الاتحاد المصري للرماية. نجاح الدولة في استضافة بطولة العالم لكرة اليد أعطت دفعة كبيرة لاتحاد الدولي للرماية بأنه يقول أن مصر قادرة على هذه الاستضافة، وبالتالي عدد الدول زاد من 31 إلى 35 دولة اليوم. ليه؟ لأنه كان في تشجيع من الدولة بوجود أسس ونظام خاص بالتعامل مع الكورونا، وبالإضافة أن مصر تكون محفل كبير لكل الرياضيين ان هم يجتمعوا فيها بعد النجاح اللي احنا شفناه كلنا في بطوله العالم لكرة اليد. هل سيتم تطبيق يعني اجراءات كما جرى في بطوله اليد، يعني نظام الفقاعه الطبيه للحفاظ على امن وسلامه المشاركين سواء منتخبات او لاعبين او يعني حتى اداريين واعلاميين؟ طبعا سيتم تنفيذ هذا النظام بالمثل، لانه كان صدى هذه المنظومه كان له صدى كبير جدا على مستوى العالم، لانه تلقيت تليفون من الاتحاد الدولي للرمايه بيبلغني ان نستفيد بالتجربه المصريه في اجراء عمليه فقاعه وتواجد كل اللاعبين في منطقه معزوله تماما، وبالتالي ده ان شاء الله هيتم تطبيقه مع اللاعبين اللي هيجوا من دول العالم. ويمكن تكون في كمان حاجات احسن من كده كمان زياده، ان احنا نقدر نحافظ عليهم وعلى سلامتهم، ان احنا هنشوف ممكن نامن عليهم طبيا هنا باحدى الشركات المصريه، وبالتالي يبقى في اضافه ليهم ان هم في امان اكثر من ما كانوا يتوقعوا. بدات الاستعدادات بالفعل سياده اللواء، ولا تنتظرون حتى انتهاء بطوله العالم لليد حتى تتفرغ يعني وزاره الصحه الجهات المعنيه بالاستعداد لبطوله الرمايه؟ احنا في اجتماعات مباشره مع وزاره الشباب والرياضه، وبالتبعيه هيكون تنسيق كبير بين وزاره الشباب والرياضه واتحاد مصر للرمايه ووزاره الصحه في هذا الخصوص. وطبعا الاستعدادات الان بتتم على قدم وساق، ويمكن في اجتماعات مستمره مع الاستاذ الدكتور اشرف صبحي ومع المهندس سامح حطب رئيس لجنه الانديه المصريه، التعاون الوثيق عشان ننجح البطوله امام العالم كله، بالاضافه ان احنا بعض الدول طلبت مننا معسكرات ان هي تيجي قبل ميعاد البطوله، واحنا طبعا ما عندناش اي مانع، بل بالعكس احنا مصر ترحب بهذه الدعوه لوجودهم لدى مصر عمل معسكرات، وبالتالي احنا في خطه الاستعداد حاليا بعمل كبير وشاق في جميع التعاون بين الاجهزه المعنيه. صحيح، امامكم طريق طويله، لكن يعني ان شاء الله تتم الامور على خير. بشكرك شكرا جزيلا اللواء حازم حسني رئيس اتحاد الرمايه.